أهلا 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 كي اصمتي اصمتي قليلا، نريد السماع على هذا المسلسل. اوكي ليزا اصمتي قليلا. اوف ليزا هيا تعالي. سوف ينتهي المسلسل امي، هيا قوموا لا مسلسلات. ماذا ابي؟ ابي زوجي. حسنا حسنا هيا. اوف ما الذي يعجبكم في هذا المسلسل؟ انه جميل، انت لم نتابعه من اول حلقة. حسنا سوف اذهب لكي اشرب شيئا ما. اوه هاتفي يرن، سوف اذهب لكي اراه. اوه الو مرحبا اهلا، كيف حالك كان؟ انا بخير، كيف حالك انت؟ بخير بخير، ماذا هناك؟ ما هو سبب اتصالك؟ اتصلت لك لكي اخبرك انه احذر على اولادك. ماذا؟ لماذا احذر على اولادي؟ هناك سارق منتشر في القرية. اوه هذه القرية غريبة، اولا ذئب ثم سارق، ما هذا؟ او نعم احذر، لقد نشر ان فتاة قد سرقت. ومن هي الفتاة؟ او لا اعرف، لكني سمعت بان هناك سارق منتشر في القرية. يا الهي سوف اخبر زوجتي فهي سوف يجن جنونها. او نعم نعم، لأنني كنت أترك أولادي يلعبون في الخارج وحدهم دائما. أوه هذا خطير، حسنا هيا أخبر زوجتك، لقد كنت فقط أتصل عليك لكي أحذرك. إلى اللقاء. إلى اللقاء كان، وشكرا لك. إلى اللقاء. أوه سارق، يا إلهي سارق أطفال. زوجتي زوجتي تعالي تعالي. ماذا هناك؟ تعالي بسرعة للغرفة. أوه ماذا هناك عزيزي؟ لقد شغلت بالي، هناك سارق منتشر في القرية. ماذا؟ نعم نعم لقد اتصل بي صديقي كين واخبرني عن هذا. اوه يا الهي، اولا ذئب ثم سارق، ومن هو هذا السارق؟ ليس معروف لكنه قد خطف فتاة. اوه يا الهي يجب ان نحذر كثيرا لجون وايمي. نعم نعم، ولن نعود بارسالهما الى الخارج. اوه نعم حسنا، لن تخبرهم الان ان لكي لا يخافوا. طبعا نخبرهم، ولكن سوف نكون حذرين عليهم. نعم بالتأكيد، ولا هذه الصغيرة ليزا أيضا. عزيزتي حسنا، هل تريدين تبديل ملابسك؟ علي أبدل لك، أن هذا الفستان جميل جدا عليك. تريدين هذا؟ حسنا الآن عرفت. أوه مرة أخرى، هذه الخزانة لا تعمل عزيزي، أريد تبديلها. من أين أجي لك بخزانة جديدة؟ أوه. هل سمعت جون؟ سارق منتشر في القرية. صمتي يا بلهاء. لا اسمحك بالقول هذا عني، اصمتي الان. لن اعود اخرج الى الخارج مجددا. نعم ولا حتى انا. حسنا هيا بنا عبد الغرفة بسرعة. هذا المسلسل لقد روحنا علينا كثير منه. ابتعدي، هذا مكاني. جون ايمي، من يريد تناول الكورن فليكس؟ انا وانا ايضا. حسنا هيا سوف اسكبه لكما. او يا الهي سارق، ومن هو هذا السارق يا ترى؟ وسرق فتاة ايضا، يا الهي لم يبدو انه سارق فتيات. اوه هاي ايمي، جون هل تريدان الحليب معه؟ لا. حسنا هيا انه جاهز. شكرا امي. شكرا امي. ماذا هناك؟ لا شيء لا شيء. حسنا الا يوجد صادق؟ ماذا من اين علمتما؟ حسنا لقد سمعناكما. لماذا تتنصتان علينا انا ووالدكما؟ أمي نحن لم نكن نتنصت عليكما، ولكن أنتما جعلتمانا يشغلوننا كثيرا، فلذلك قمنا بأن نستمع لما تقولون. أيمي أيمي لماذا قلت لها؟ أوف حسنا حسنا، يوجد سارق يجب أن تحذروا كثيرا منه، فهو سارق ويقولون أنه قطف الطفلة. طفلة؟
لا تقلقي لا تقلقي، طبعا ليس أنت. لم أعد أريد الخروج من المنزل. اذهبوا مع جو وليس مع أيمي. ماذا؟ نعم، إنه يخطف البنات ولا يخطف الأولاد. أمي قولي لها. حسنا، لن نخرج حتى يذهب هذا السارق. هيا الآن. من أين علمتما بوجود السارق؟ أمي أنت قولي له. حسنا، لقد كان يسمعني لنا، ولكن عزيزي هيا لا بأس، في الحالتين هما سوف يعلمان. نعم نعم يا أبي، في الحالتين سوف نعرف. يا إلهي، مرة أخرى لا تعتدى على لا تعتدى أن تتنصت على الآخرين. حسنا حسنا. أمي أمي، ماذا هناك يا أيمي؟ وجود السارق يعني عدم المدرسة. أين ذهبت أمي؟ أمي لقد ذهب. أمي اسمع، وجود السارق يعني لا مدرسة. صحيح. ياي، لقد أخذتما كثيرا من العطل في هذه السنة. لن نكمل المنهج الدراسي. هذا ما يعجبكما. حسنا، ألا تريدان التعلم؟ هل تريدان أن تصبح بدون مال؟ كيف نصبح بدون مال؟ إن والدكما تعلم لكي أصبح لديه عمل. حسنا نعم، نريد الحصول على المال. إذا نحن أسفان. حسنا، ولكن هل التقت المدرسة؟ نعم نعم، وجود السارق يعني لا مدرسة. أقصد لا لا لا. حسنا، هيا الآن. ماذا حدث في المسلسل؟ ماذا حصل؟ نعم، ماذا حصل لهذه الفتاة؟ شرير، إنه سارق. أمي برد، اشعل المدفأة. ألو، مرحبا. كيف حالك يا ليزي؟ أنا بخير، كيف حالك أنت؟ كيف هو مايكل؟ إنه بخير، وكيف هم أولادك؟ كيف هم التوأم؟ إنهم بخير. وكيف ليزا؟ إنها بخير، إنها بخير. هل علمت بقصة السارق؟ طبعا، إن كل قرية تعرف بهذا الأمر. من هي الطفلة التي اختطفها؟ أتعرفين إنها ابنة ليمي على ما أعتقد؟ ابنة ليمي؟ نعم، ابنة ليمي. ابنة ليمي، لا، إنها صديقتي. حسنا، هل عادت؟ لا أعرف، ولكن لا أعرف، لكنه طلب منهم مبلغا من المال لكي يرجعوها. يا إلهي، هذا الشيء محزن جدا. ربما أستطيع مساعدتهم بالمال. أنا أيضا سوف أساعدهم، إن شاء الله ترجع لهم بالسلامة. نعم إن شاء الله. حسنا، هل تريدين شيئا؟ إلى اللقاء. إلى اللقاء. ماذا هناك؟ إن الطفلة هي ابنة ليمي. ابنة ليمي؟ ولكن لماذا اختطف ابنة ليمي بالتحديد؟ لا أعرف، هو يطلب مبلغا من المال كي يسترجعوها. يا إلهي. حسنا، يجب أن تبقوا معنا. أمي. هاي أيمي، لا تكوني دلوعة. حسنا.